بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. هذا مثل ضربه الله للمنافقين، نعوذ بالله من النفاق. والمنافق هو الذي يظهر الإسلام بلسانه ويخفي الكفر بقلبه، نعوذ بالله. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر، أي لنوع آخر من المنافقين، وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى، نعوذ بالله من الشك، والشك كفر. وهم قوم يظهر لهم الحق تارة، أي مرة، ويشكون تارة أخرى، نعوذ بالله. فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصيب. والصيب المطر، قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وناس من الصحابة رضي الله عنهم، وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخراساني والسدي والربيع بن أنس رحمهم الله. وقال الضحاك: هو السحاب، الصيب هو السحاب. فالقول الأول أن الصيب المطر، وهذا قول الضحاك هو السحاب، والأشهر هو المطر. أشهر الأقوال أن الصيب هو المطر، نزل من السماء في حال ظلمات، وهي الشكوك والكفر والنفاق الذي في قلوب المنافقين، ورعد، وهو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع، كما قال تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، المنافقون. وقال: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، أي يخافون. لو يجدون ملجأً أو مغارات أو مدخلاً لولوا إليه وهم يجمحون، أي يسرعون. والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب، النوع من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان. ولهذا قال: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئاً، أي لا ينفعهم حذرهم شيئاً، لأن الله محيط بهم بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته. كما قال تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. والصواعق جمع صاعقة، وهي نار تنزل من السماء وقت الرعد الشديد. وحكى الخليل ابن أحمد رحمه الله عن بعضهم صاعقة، وحكى بعضهم صاعقة وصعقة وصاقعة، ونقل عن الحسن البصري رحمه الله أنه قرأ من الصواقع حذر الموت بتقديم القاف، وأنشدوا
لأبي النجم، يحكون بالثقولة القواطع شفق البرق عن الصواقع. قال النحاس رحمه الله: وهي لغة بني تميم وبعض بني ربيعة. وحكى ذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره. ثم قال: يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدته وقوته في نفسه وضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان، أي المنافقون والعياذ بالله. وقال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: يكاد البرق يخطف أبصارهم. يقول: يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين، أي فضائحهم ونفاقهم. وقال ابن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدة ضوء الحق كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين نعوذ بالله من الشك والكفر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كلما أضاء لهم مشوا فيه، يقول كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه، وإن أصاب الإسلام نكبة أي مصيبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر والعياذ بالله. كقوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين نعوذ بالله، نعوذ بالله من الكفر والنفاق. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي يعرفون الحق ويتكلمون به، فهم في قولهم به على استقامة، فإذا ارتكسوا منه أي رجعوا إلى الكفر قاموا، أي متحيرين نعوذ بالله من النفاق وأهله. وهكذا قال أبو العالية والحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس والسدي بسنده عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو أصح وأظهر والله أعلم. وهكذا يكونون المنافقون، وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم. فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال ويقف أخرى. ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخلص من المنافقين نعوذ بالله، يطفأ نورهم، الذي قال تعالى فيهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال في حق المؤمنين: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وقال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ذكر الحديث الوارد في ذلك. قال سعيد بن أبي عروبة رحمه الله عن قتادة رحمه الله في قوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من المؤمنين من يضيء نوره
من المدينة إلى عدن، يعني نور عظيم، أو بين صنعاء ودون ذلك، حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه، رواه ابن جرير رحمه الله. اللهم نور قلوبنا بالإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله من حديث عمران بن داود القطان عن قتادة بنحوه. وهذا كما قال المنهال ابن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يرى نوره كالنخلة، ومنهم من يرى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نوراً على إبهامه، يطفأ مرة ويقد مرة. اللهم نور قلوبنا بالإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وهكذا رواه ابن جرير رحمه الله عن ابن مثنى عن ابن إدريس عن أبيه عن المنهال. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا ابن إدريس، سمعت أبي يذكر عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نورهم يسعى بين أيديهم، قال: على قدر أعمالهم، يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه، يتقد مرة ويطفأ أخرى. اللهم أتمم لنا نورنا، إنك على كل شيء قدير، واغفر لنا يا أرحم الراحمين. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله أيضاً: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا أبو يحيى الحماني، حدثنا عتبة بن اليقظان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نوراً يوم القيامة. اللهم ثبتنا على التوحيد والإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فأما المنافق فيطفأ نوره، فالمؤمن مشفق أي خائف مما يرى من إطفاء نور المنافقين، فهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. وقال الضحاك بن مزاحم رحمه الله: يعطى كل من كان يظهر الإيمان في الدنيا يوم القيامة نوراً، فإذا انتهى إلى الصراط طفئ نور المنافقين، فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أي خافوا، فقالوا: ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. فإذا تقرر هذا صار الناس أقساماً: مؤمنون خلص أي كامل الإيمان، وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. هذا فإذا تقرر هذا صار الناس أقساماً: مؤمنون خلص أي كامل الإيمان، وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة، وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها. ومنافقون وهم قسمان: خلص وهم المضروب لهم المثل الناري، ومنافقون يترددون، تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبو أي ينطفئ، وهم أصحاب المثل المائي، وهم أخف حالا من الذين قبلهم.
والنفاق كفر، نعوذ بالله من الكفر. وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دري، أي قوي النور، وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان، اللهم اجعلنا منهم. واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط، كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله. ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وهم أصحاب الجهل المركب، في قوله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الكفار الذين يعبدون الله على جهل، لا يطيعون الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البسيط، وهم الذين قال الله فيهم: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم نور قلوبنا بالإيمان يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فقسم الكفار هاهنا إلى قسمين: داعية ومقلد. داعية الذي يدعو إلى الكفر، ومقلد الذي يتبع بغير دليل ويهلك، كما ذكرهما في أول سورة الحج. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال بعده: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقد قسم الله المؤمنين في أول الواقعة وآخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين: سابقون وهم المقربون، وأصحاب يمين وهم الأبرار. فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار، وأن الكافرين صنفان: دعاة ومقلدون، وأن المنافقين أيضا صنفان: منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين رحمهم الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، نعوذ بالله، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها حتى يتركها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه صفات المنافقين، النفاق العملي. فيجب علينا أن نحذر الكذب وخلف الوعد والخيانة في الأمانات، فعلينا أن نحذر هذه علامات المنافقين، وهي من كبائر الذنوب: الكذب وخلف الوعد والخيانة في الأمانة. استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، إما عملي لهذا الحديث يعني الكبر، الكذب، خلف الوعد والخيانة في الأمانات، أو اعتقادي كما دلت عليه الآية. النفاق الاعتقادي هو الشك، فهذا كفر والعياذ بالله. وأما الكذب وخلف الوعد والخيانة في الأمانات، هذا من كبائر الذنوب، كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء رحمهم الله كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية يعني الشيبان، عن ليث، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
القلوب أربعة: قلب أجرد، أي فيه نور الإيمان، فيه مثل السراج يزهر، هذا قلب المؤمن، اللهم اجعلنا منهم. وقلب أغلف مربوط على غلافه وهو الكافر والعياذ بالله. وقلب منكوس أي مقلوب وهو قلب المنافق. وقلب مصفح، فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن، اللهم اجعلنا منهم. سراجه فيه نور، فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، نعوذ بالله من الكفر. وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص، عياذا بالله، عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل المنافق فيه ومثل النفاق فيه كمثل القرحة أي الدمل يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. وهذا إسناد جيد حسن. اللهم نور قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي المنافقين. قال: لما تركوا من الحق، لما تركوا من الحق بعد معرفته، فإن الله على كل شيء قدير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. وقال ابن جرير رحمه الله: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط، وأنه على إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير قادر، كما أن معنى حليم عالم جل جلاله. وذهب ابن جرير الطبري رحمه الله ومن تبعه من كثير من المفسرين أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين، وتكون أو في قوله تعالى: أو كصيب من السماء بمعنى الواو، كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. أو تكون للتخيير، أي اضرب لهم مثلا بهذا وإن شئت بهذا، قاله القرطبي رحمه الله. أو للتساوي، مثل جالس الحسن أو ابن سيرين، على ما وجهه الزمخشري أن كل منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس إليه، ويكون معناه على قوله: سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا، وهو مطابق لحالهم. قلت: وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين، فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات، كما ذكرها الله، كما ذكرها الله تعالى في سورة براء: ومنهم ومنهم ومنهم، وصف المنافقين بصفاتهم أعاذنا الله منهم، يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال، فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم، والله أعلم. كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع، إلى أن قال: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج. فالأول للدعاة الذين يدعون إلى الكفر الذين هم في جهل مركب، والثاني لذوي الجهل البسيط من الأتباع المقلدين، والله أعلم بالصواب. فعلينا أن نتمسك بالقرآن العظيم وبسنة الرسول محمد الأمين صلى الله عليه وسلم،
ونلزم طريقة السلف الصالحين رضي الله عنهم، ونحذر النفاق وأهله والبدع وأهله. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا إله إلا الله. فالله عز وجل هو المعبود المستحق للعبادة جل جلاله. شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانيته وألوهيته، في بيان توحيده، في بيان وحدانيته الألوهية، بأنه تعالى هو المنعم على عبده، هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود، وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة، الظاهرة النعم الظاهرة والباطنة الإيمان والهداية، بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش، مقررة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات أي بالجبال، والسماء بناء وهو السقف كما قال عز وجل في الآية الأخرى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وأنزل لهم من السماء ماء، والمراد به السحاب ها هنا في وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم. الحمد لله، كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى يا ذا الجلال والإكرام. ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا له شركاء، لا تدعوا غيره، لا تخافوا غيره، لا تستعينوا بغيره. أخلصوا العبادة لله، هو المستحق للعبادة وهو مالك الملك جل جلاله. وأما جميع من في السماوات ومن في الأرض عبيد لا يملكون شيئا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما يملكون شيء، فالله هو المعبود المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وفي الصحيحين رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. أعظم الذنوب الشرك، أن تدعو غير الله أو تخاف غير الله أو تذبح لغير الله. وكذا حديث معاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وفي الحديث الآخر: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. فالمشيئة كلها لله، فلا يجوز أن تخاطب إنسان تقول ما شاء الله وشئت، هذا لا يجوز، لأن المشيئة مشيئة الله،
أما العبد مشيئته تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم تدل على الترتيب، يعني المشيئة هي مشيئة الله، أما مشيئة العبد تحت مشيئة الله جل جلاله. قال المعلق رواه أبو داود رحمه الله من حديث حذيفة رضي الله عنه. وقال حماد بن سلمة رحمه الله حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لأمها، يعني أخوها من جهة الأم، قال رأيت الطفيل قال رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت من أنتم؟ فقالوا نحن اليهود. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، لولا هذا أنتم خير، ولكن كفرتم جعلتم عزير بن الله، تعالى الله. قالوا اليهود وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن نقول مثل هذا، نقول ما شاء الله وحده. قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، تعالى الله. قالوا النصارى وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، نقول ما شاء الله وحده، فمشيئة الرسول تحت مشيئة الله ليست مثل مشيئة الله. قال الطفيل بن سخبرة فلما أصبحت رضي الله عنه أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فالمشيئة مشيئة الله، أما مشيئة العبد تحت مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فعلينا أن نحذر الشرك كله. هكذا رواه ابن مردوية رحمه الله في تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلمة به، وأخرجه ابن ماجة رحمه الله من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير به بنحوه. وقال سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله عن الأجلح ابن عبد الله الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئته، فقال أجعلتني لله ندا؟ جعلتني شريكا لله؟ قل ما شاء الله وحده. رواه ابن مردوية وأخرجه النسائي وابن ماجة رحمهم الله من حديث عيسى بن يونس عن الأجلح به، وهذا كله صيانة أي محافظة وحماية لجناب التوحيد، والله تعالى أعلم. فحذر عن جميع وسائل الشرك، وأمر بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله حدثني محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين، أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وبه عن ابن عباس رضي الله عنهما فلا تجعلوا لله أندادا
وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره غير الله، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وهكذا قال قتادة رحمه الله، وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، حدثنا أبي عمرو، حدثنا أبي الضحاك بن مخلد أبو عاصم، حدثنا شبيب بن بشر، حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، أي على حجر أسود في ظلمة الليل. فالشرك خفي، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، يعني يقول: والله وحياتك يا فلان، يحلف بالله وبحياة فلان، هذا شرك، لا يجوز أن تدخل فلان. ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، لولا الكلب صاح عند دخول السارق لجاء اللصوص، وهذا جعل الكلب هو المانع من دخول اللصوص، وهذا شرك. الكلب حيوان ما ليس بشيء، لا يجوز أن تقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، تقول: لولا الله أن حفظني لجاء اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. البط نوع من الطيور، إذا رأى غريبا يصيح، فلا يجوز أن تقول: لولا البط في الدار لأتى اللصوص، ولكن قل: لولا الله حفظني لجاء اللصوص. لا تنسب الأشياء إلى المخلوقات، المخلوق ما يقدر على شيء. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، هذا شرك، لأن المشيئة مشيئة الله، أما مشيئة العبد هي تحت مشيئة الله، فلا يجوز أن تقول: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. فيجب علينا أن نحذر الشرك كله. اللهم طهر قلوبنا من الشرك كله، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا شريكا. وفي الحديث الآخر: نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون، تقولون: ما شاء الله وشاء فلان. فلا يجوز أن تعطف المشيئة على الله بفلان، فالمشيئة مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال أبو العالية رحمه الله: فلا تجعلوا لله أندادا، أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. لا تعطف بالواو مع الله، لأن الواو تدل على المساواة، ولا أحد يساوي الله، ولم يكن له كفواً أحد جل جلاله. وقال مجاهد رحمه الله: فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون. قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا أبو خلف موسى بن خلف، وكان يعد من البدلاء، أي من المجددين للدين الداعين إلى الله. حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام، أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات: أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وكان يبطئ بها، أي يتأخر
فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن، أي أنا. فقال: يا أخي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخصف بي. قال: فجمع يحيى بن زكريا عليهم السلام بني إسرائيل في بيت المقدس، اللهم طهر بيت المقدس من اليهود وغيرهم من الكفار. فجمع يحيى بن زكريا عليهم السلام بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف أي على الأماكن العالية، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، وأولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. هكذا جميع الأنبياء والرسل أول ما يفتتحون الدعوة بالتوحيد، لأن التوحيد هو الأساس. وأولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أي فضة أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ هذا مثل المشرك، الله خلقه ورزقه وهو يعبد غيره. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. فالعبد الذي اشتريته بمالك ثم يعمل ويعطي الغلة لغيرك، هل ترضى بذلك؟ لا ترضى بذلك، فالله خلقك كيف تعبد غيره؟ لا إله إلا الله. وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الأمر الثاني: وأمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. الله أكبر، إذا قمت إلى الصلاة فالله عز وجل يقبل بوجهه عليك، فاخشع وتضرع وتذلل واعلم أنك تتكلم مع الله جل جلاله. وأمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، ما لم يلتفت العبد، فإذا التفت أعرض الله عنك، أعوذ بالله من ذلك. فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وأمركم بالصيام، الأمر الثالث: فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة أي وعاء من مسك في عصابة في جماعة كلهم يجدوا ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. الصائم بسبب صيامه يصعد من محيزته رائحة كريهة، لكن لأنها نشأت عن طاعة الله فهي عند الله أحسن من المسك، فيه فضل الصيام. وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. الأمر الرابع: وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، أخذه العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي يعني بالمال؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وهكذا المؤمن إذا تصدق الله تعالى يكفر عنه ذنوبه. الأمر الخامس: وأمركم بذكر الله كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا أي بناء منيعا فتحصن به. وإن العدو وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله، فعلينا أن نلزم ذكر الله دائما. سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أذكار الله. فإذا كنت في ذكر الله فالشيطان بعيد عنك، الله يعصمك من الشيطان. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم. فأمرهم بالتوحيد والصلاة والصيام والصدقة وذكر الله، ونحن أيضاً مأمورون بهذا كله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة. يعني اللزوم الجماعة وهم المؤمنون، وأن تسمع وتطيع للإمام ولا تفسد ولا تشق عصا الجماعة، والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فإنه من خرج من الجماعة، أي خرج من طاعة الإمام، قيد شبر، أي قدر شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية، يعني العصبيات والقوميات، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ فقال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله، لا عصبية ولا غير ذلك، بل المسلم أخو المسلم، المسلمون إخوان، ليس هناك عصبيات. هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الحديث رواه الإمام أحمد، وهو حديث حسن رحمه الله. وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. لا تدعو إلا الله، لا تخف إلا الله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تتوكل إلا على الله. علق قلبك بالله وحده لا شريك له، واعلم أن غير الله لا ينفع ولا يضر ولا يملك قطمير. وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع، أي على وجود الله جل جلاله، فقال: وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية أي الأرض وما عليها، والعلوية أي السماوات واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها، ووضعها في مواضع النفع بها محكمة، من رأى ذلك علم قدرة خالقها جل جلاله وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه. كما قال بعض الأعراب وقد سئل: ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان الله، إن البعرة لتدل على البعير. إذا رأيت بعر الجمل تقول إن هنا جمل، لا تشك، البعرة يدل على البعير. إن البعرة لتدل على البعير، وإن أثر الأقدام لتدل على المسير. إذا رأيت أثر الأقدام تقول: لابد هنا ناس مروا من هذا المكان. وإن أثر الأقدام لتدل على المسير. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. كل هذا دليل على توحيد الله، وأنه لا معبود بحق إلا الله جل جلاله. وحكى فخر الدين عن الإمام مالك رحمه الله أن الرشيد سأله عن ذلك، فاستدل باختلاف اللغات والأصوات والنغمات،
اختلاف لغات الناس وأصوات الناس دليل على وجود الله جل جلاله. فقال لهم مالك رحمه الله: دعوني اتركوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقنة موقرة أي ممتلئة، أن سفينة في البحر موقرة أي ممتلئة فيها أنواع من المتاجر، وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها، وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. ده كلام فارغ. سفينة تمتلئ بنفسها وتروح بنفسها وتجي بنفسها ما في أحد، هذا لا يعقل. أفتوا نفسهم بأنفسهم، وهذا الموجود كله، الوجود كله هذا ما في أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رحمه الله. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: ويحكم، هذا الموجود، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي السماوات والسفلي الأراضون وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع. فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. الحق واضح، الحمد لله. اللهم اشرح صدورنا للإسلام ونور قلوبنا بالإيمان يا ذا الجلال والإكرام. وعن الشافعي رحمه الله أنه سئل عن وجود الصانع أي الدليل على وجود الله عز وجل، فقال: هذا ورق التوت. التوت شجرة معروف، طعمه واحد، تأكله الدود فيخرج منها الإبريسة، الدود تأكل من التوت ويخرج منها الحرير من لعابها الحرير، تأكل الدود تأكل التوت ويخرج من لعابها الحرير. وتأكله النحل فيخرج منه العسل، النحل تأكل التوت فيخرج منها العسل، وتأكله الشاة والبعير والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء الغزلان فيخرج منها المسك، وهو شيء واحد. هذا دليل على وجود الله جل جلاله. توت، شجر التوت شيء واحد، فتأكله الدود فيخرج من فمها الحرير، خيوط الحرير، وتأكله النحل يخرج منها العسل، وتأكله الشاة والبعير والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء فيخرج منها المسك، وهو شيء واحد. سبحان الخلاق العظيم جل جلاله وعز شأنه. وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن ذلك فقال: ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينه وكذلك إذا انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاج. انظروا إلى البيضة، سبحان الخلاق العظيم. هذا حصن حصين، بيضة مثل الحصن، أملس بيدك تملس، أملس ليس له باب، البيضة ما لها باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء لونه أبيض، وباطنه كالذهب الإبريز، باطنه الصفرة البيض، فبينه وكذلك إذا انصدع جداره تشقق ذلك القشر فخرج منه حيوان فرخ يا سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاج. هذا دليل على وجود الله
الخالق العظيم سبحانه وتعالى. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين، الزهر أبيض مثل الفضة، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، فيه صفرة مثل الذهب، على قضب الزبرجد شاهدات، أي عود الزرع، بأن الله ليس له شريك جل جلاله. وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد جل جلاله وعز شانه، لا إله إلا الله. وقال آخرون: من تأمل هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار المنيرة من السيارة التي تسير ومن الثوابت التي ثابتة في أماكنها، وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة، ولها في أنفسها سير يخصها، ونظر إلى البحار الملتفة للأرض من كل جانب، والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها، كما قال تعالى: ومن الجبال جدد بيض، بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، اللهم اجعلنا ممن يخشى. وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر لمنافع العباد، وما زرأ في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنباتات المختلف الطعوم والأرائح والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء، تربة واحدة وماء واحد وأشكال وألوان، سبحان الخلاق العظيم. علم وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم، لا إله غيره ولا رب سواه، عليه توكلت وإليه أنيب. والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فيجب أن نخلص العبادة لله ونطيع الله ونطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحذر الشرك والمعاصي. اللهم اجعلنا من الشاكرين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، سبحان الله العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فلقبه بالعبودية لأن هذا اللقب أفضل الألقاب، أنه عبد الله قام بحق عبادة الله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله، فعارضوه بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك.
1437 عام ما قدر أحد أن يأتي بآية من القرآن مثل القرآن، ما قدر الكفار ولا اليهود ولا النصارى أن يأتوا بقطعة من القرآن مثل القرآن، سبحان الله وبحمده. فأعظم المعجزات الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شهداءكم أعوانكم، أي قوما آخرين يساعدونكم على ذلك. وقال السدي رحمه الله عن أبي مالك رحمه الله: شركاءكم، أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصروكم. وقال مجاهد رحمه الله: وادعوا شهداءكم، أي ناس يشهدون به، يعني حكام الفصحاء. وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحان: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. الله أكبر. وقال في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية، ثم تحداهم الله تعالى بذلك أيضا في المدينة، فقال في هذه الآية: وإن كنتم في ريب، أي في شك، مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل هذا القرآن. قاله مجاهد وقتادة رحمهم الله، واختاره ابن جرير رحمه الله بدليل قوله: فأتوا بعشر سور مثله، وقوله: لا يأتون بمثله. وقال بعضهم: من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من رجل أمي مثله. والصحيح الأول، لأن التحدي عام لهم كلهم مع أنهم أفصحوا الأمم. وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك. ولهذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أبدا، ولن لنفي التأبيد، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أخبر أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا. وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لديه من لدنه إلى زماننا هذا، ولا يمكن وأن يتأتى ذلك لأحد. والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وأهلنا وأولادنا وجميع المسلمين والمسلمات. ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرةً وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى.